دايما لما بنتكلم عن مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل فرد، بكل مواطن عايش على أرض البلد دي، بيبقى الاهتمام، بنتكلم دايما الحقيقة، دايما بنقول الشباب، الشباب والاهتمام بالشباب، وهم القوة الدافعة، وهم مستقبل مصر. لكن لما تنزل بالسن أكتر كمان وتبدأ من البداية، من الطفل وهو صغير، من السن اللي هو محتاج فيه فعلا التعليم والتدريب أكتر والتوجيه، وتبدأ إنك تتعرف على مهارات وقدرات وميوله في أي حتة، طب تقدر تنميها ازاي؟ ازاي تشتغل عليها؟ المبادره والفكره اللي بيتكلم عنها سياده الرئيس دايما، ان احنا عايزين مجتمع يتعلم ويفكر ويبدع، يبقى مختلف، يبقى قادر ان هو يعمل حاجه جديده لصالحه وصالح بلده اولا واخيرا. علشان كده الفكره هنتكلم عنها النهارده، عن الاطفال الموهوبين وجامعه الطفل اللي بتوفر البرامج التدريبيه بانخراط اطفالنا او الشباب الصغير، خلينا اقول، في بقى الجامعات والمعاهد البحثيه، وفرصه السفر برده كمان بره، يشوفوا افكار ودنيا جديده ويكتسبوا خبرات وتساعدهم بعد كده في تحديد يعني اهتماماتهم او توجهاتهم في المستقبل. موضوع هنتكلم فيه محتاجين نفهم اكتر اللي حصل، لان جامعه الطفل والفكره دي كانت من 2014، عايزين نقف قدامها نفهم ايه اللي حصل خلال السنين اللي فاتت، اولادنا عملوا ايه، استفادوا ايه. عشان كده معانا اتنين منهم النهارده، خليني ارحب بيهم. يوسف طه، اهلا وسهلا بيك يا يوسف. اهلا وسهلا. وهاجر اسامه، اللي طبعا مستفيدين من برنامج جامعه الطفل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ازيك يا هاجر؟ كويس. اخبارك ايه؟ اخبار جامعه الطفل ايه؟ تمام. حلوه جدا. طيب احكي لي من الاول يا هاجر، يعني ازاي عرفتي بالفكره؟ ازاي تقدمتي؟ تقدمتي فين؟ مين امتحنك؟ امتحنتي في ايه؟ احكي لنا. تمام. هو جامعه الطفل مامتي وبابايا عرفوا عنها، وبعدها قدموا تقديم بيبقى الكتروني. بيفتح التقديم وبيختاروا الجامعة، بيبقى من سن 9 سنين لغاية 11 سنة. من كم؟ من 9 سنين لغاية 11 سنة. بس فقدمت في جامعة MSA، وهناك كنا بنروح الجامعة، كنا بيعرفونا عن التخصصات المختلفة الموجودة، بندخل المعامل، بنعمل experiments، بنتعلم ازاي نعمل scientific research، بندخل مسابقات علمية ودراسة كده. كنا بندخل يعني كل الكليات، يعني هندسة، صيدلة، طب أسنان، بايوتكنولوجي، كل الأقسام. بس أولى سنة، وانتوا الاثنين أولى سنة صح؟ ساعة لما بدأتوا كنتوا كده في لسه في إعدادي تقريبا صح؟ أولى إعدادي. أولى إعدادي في السن أولى. الصغير ده يا يوسف، يعني كان الكلام كبير عليكوا قوي ولا استوعبتوه ازاي يعني؟ لا، هو احنا كنا عندها. كل يوم في البرنامج رحنا اسبوع في اجازه نص سنه في السنه ديت، فدخلنا كل يوم، كنا بنخش كليه، كان الدكاتره بيشرحوا لنا شويه حاجات ونخش نعمل شويه اكسبيرمنتس عليها بعد ما يخلص شرح. طب انت برضو كمان عرفت الفكره بتاعت جامعه الطفل ازاي؟ بابا وماما برضو في البيت؟ بس اكيد بابا وماما ما دام قالوا لكم ده، هم شايفين فيكم يعني ما شاء الله ربنا يحميكم، انه لا نقدر ونشتغل عليهم ويروحوا يتعلموا اكتر صح؟ كنتوا طب الاختبار الاول يعني اختبروكوا في ايه؟ الاختيار كان على اي اساس؟ يعني قالوا هاجر ويوسف مسابقات؟ طبعا المسابقه كان كنا 200 وحاجه في الاول، ادولنا PDF كده، كان في منهج بيتكلم عن الفيزياء بالفروع المختلفه بتاعتها، ذاكرنا المنهج دوت، وبعد كده عملوا لنا امتحانات اونلاين زي اللي بتبقى على التابلت كده، واختاروا عدى منا 50، خدوا على 50 درجه وعملوا مقابلات شخصيه. يعني العدد ككل دلوقتي 50؟ لا 14. لا 14 بقيت 14 يعني الخميس. طيب خلينا نفهم اكتر برضو صوره يعني تكون موضحه وفيها كل التفاصيل برضو من دكتوره رنا رفاعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج جامعه الطفل باكاديميه البحث العلمي. مساء الخير يا دكتوره رنا، برحب بيكي. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله يا دكتوره. دكتوره رنا، فكره جامعه الطفل يعني كلمينا اكتر عنها وطبيعتها ايه يا دكتوره؟ هي فكره جامعه الطفل كانت ابتدت في المانيا، ان هم كانوا عايزين يعملوا زي الكونكشن ما بين الاطفال في سن صغير ودكاتره الجامعه، علشان يوعوا الشعوب بالاوبورتيونيتيز والفرص اللي بتبقى موجوده في الجامعات. واحنا استخدمناها في مصر وابتدينا ننفذها على الحمد لله على سكيل اكبر بكتير من اللي كارنتلي موجود حتى في المانيا اللي هي بلد الام، واستراليا، وابتدت تنتشر في كل اوروبا. فاحنا عندنا في مصر بيبقى جامعه الطفل عباره عن بروجرام بيقدم فيه الطلبه من سن 9 ل 10 سنين، بناخدهم احنا 6 سنين في تعليم موازي في الجامعات.
فبنديهم فرصه ان هم يروحوا الجامعه اللي اقرب ليهم، يخشوا الجامعه يتعلموا هاندز اون اكسبيرينس، كل حاجه هم بيعملوها بايديهم، بيدوروا هم على المعلومه، مش كل حاجه بنديها لهم يعني جاهزه، هم لا هم لازم يدوروا ويكتشفوا، وبيقعدوا 6 سنين يتعلموا في البروجرام بتاع جامعه الطرف لحد ما يتخرجوا من جامعه الطرف. احنا كارنتلي في مصر عندنا 40 اكتر من 40 جامعه ومركز بحثي اكروس البلد كلها بيساعدونا ان احنا نمبلمنت المناهج بتاعتنا اللي بيحطها اشخاص يعني يعني سبيشلايزد ان هم يعملوا مناهج للاطفال في هاندز اون واكسبيرينشال ليرنينج. طيب هي مده الدراسه او ان هم يروحوا من الجامعه دي للجامعه دي، ولا هو متاح ليهم ان هو كل الجامعات ولا جامعات بعينها تخصصات بعينها بناء على ميول الطفل، ولا بتبان الميول دي بعد لما يعني يلف ويشوف ويبقى عارف هو حابب اكتر ايه يا دكتوره؟ هو بالظبط بيبقى 6 سنين كل سنه بيدرسوا فيها تقريبا 15 يوم. اول سنتين بيبقوا elementary years بنسميهم E1 وE2، دول بيعدي على كل التخصصات ويشوف كل حاجه موجوده قدامه. وبعد كده هو بيبتدي يفهم او يشوف هو التخصص اللي حبه ايه وبيتخصص في ال4 سنين اللي بعد كده. فبتبتدي الاولاد بقى انا خلاص انا حابب الفيزياء هخش ادرس حاجه فيزيكس، انا حابب البايو تكنولوجي اخش ادرس حاجه بايو تكنولوجي. فاول سنتين بنعرفهم على الحاجات، ان احنا عندنا في مصر الوعي بالفيلدز المختلفه مش دايما لا ده دايما عندنا مشكله. لو تفتكر يقول لك ايه، طب الولد ده مثلا او البنت ادبي ولا علمي، ميوله ايه، طب هتحب ايه، تدخل ايه، فيبقى تجربه هو ما اكتشفش نفسه ولا اهله عرفوا غير ممكن بعد كده يعني. بالظبط، وحتى وعينا بالاوبورتونيتيز المختلفه، يعني احنا كلنا يعني وده جيلنا وجيل اكبر مننا والاصغر مننا، هو دكتور صيدلي مهندس وخلاص كده، وظائف المستقبل او التخصصات الجديده دي مش كانت بس دلوقتي بقت واقع فرضوا علينا الظروف. بالظبط، والميول بتاعتنا اختلفت، الاولاد اختلفت، يعني هم ما شاء الله عليهم مختلفين عننا تماما. فلازم نديهم الفرصه ان هم يكتشفوا نفسهم ويشوفوا كل حاجه. في اول سنتين هم بيتعرفوا على كل الاوبورتونيتيز اللي قدامهم، وبعد كده بيبقى عندهم دراسه متخصصه لمده 4 سنين بتنتهي بان هم بيعملوا مشروع بحثي، يعني طبعا يعني على قدهم شويه مش حاجه كبيره قوي، بس بيعملوا مشروع، هم اللي بيدوروا على الانفورميشن، هم اللي بيطلعوا الهايبوثيسز، هم اللي بيبتدوا يشوفوا او هينفذ ولا لا. والحمد لله الحمد لله في ولاد كثيره جدا من خريجي جامعه الطفل بتشارك في معارض، منهم معرض القاهره الابتكار ومعارض كثيره جدا، وبيفوزوا بمراكز كويسه جدا يعني ما شاء الله عليهم. يعني اختيار الاطفال، لسه كنت بتكلم على معايير الاختيار، المقابله مثلا كانت عامله ازاي، الامتحانات بتختاروا على اي اساس؟ طيب هو في شقين، الدخول الى برنامج جامعه الطفل مفتوح لكل الناس، احنا بنفتح باب التسجيل، بننزل اناونسمنت على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، وبنقول ان احنا عندنا السنه دي عدد 4000 مثلا، يعني السنه اللي احنا فيها دي كان عندنا 4500 مكان موجودين في الجامعات بتاعتنا. تمام. والناس بتخش تسجل، اي حد هيسجل هيبقى ليه الاوبورتيونتي ان هو يخش. في اقبال بالمناسبه، الناس فاهمه الموضوع وعارفاه وعارفه تفاصيله، والاسر عندها وعي بالمساله دي؟ هو احنا بقول لحضرتك السنه دي كان عندنا 4500 مكان، اتقدم في اول يومين 100,000 بني ادم عايزين يخشوا ال 4500 مكان دول. كويس. فما شاء الله يعني الحمد لله في اقبال. اللي احنا بندور عليه حاليا اماكن اخرى او جامعات اخرى تشاركنا في البارتنرشيب بتاعتنا. ده كان سؤالي بقى، يعني تعاون الجامعات والدكاتره والاساتذه برضو مع الفكره ومع الولاد. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نزود الاوبورتيونيتيز. السنه دي زودنا معانا جامعتين جداد، جامعه الجلاله وجامعه حلوان، السنه الجايه ان شاء الله هنحاول ان هو اكتر. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان يبقى في اماكن لكل الاطفال، فالاوبورتيونيتي في الدراسه في جامعه الطفل مفتوحه للجميع، اللي هيسجل الاول هيضمن مكانه. انا عارفه ان الناس بتشتكي ان احنا الاماكن مش كفايه، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نزود الاوبورتيونيتيز. زي ما قلت حضرتك السنه دي زودنا جامعتين كمان، السنه الجايه ان شاء الله يزيدوا اكتر واكتر ان شاء الله. طيب معلش ارجع لبدايه سؤالي مع حضرتك يا دكتوره، كنت بسالك بقى على معايير الاختيار او القبول، كنت بتقولي في وسط الكلام دلوقتي اللي هيسجل الاول هيبقى اسبقيه الدخول او التسجيل، ولا في معايير واختبارات خاصه؟ لا مفيش اختبارات ولا اي حاجه خالص، هي باسبقيه التسجيل. عندنا بقى غير دراسه في جامعه الطفل بيبقى معاها اوبورتونيتيز اخرى، بيبقى في اكسترا كريكولر اكتيفيتيز، يعني زي اللي سافرها هاجر ويوسف وزملائهم، بيبقى في كان في مسابقه فيزياء، اللي هينجح في المسابقه دي كان عنده جايزه ان هو يسافر يقضي اسبوع في معمل جينار في روسيا، فدي حاجه مختلفه. فالحاجات الاكسترا كريكولر دي بقى للمتميزين بقى،
هي دي المتميزين، دي اللي بيتعمل لها اختبارات وبيتعمل لها انترفيوز وهكذا. دي اللي كنت بتكلموا عليها بقى. طيب احنا بنتكلم بقى فتح باب القبول او التسجيل الدفعه الجايه امتى؟ هو ان شاء الله بيكون في اخر شهر 8 اول شهر 9. احنا السنه دي عملنا ليرنينج مانجمنت سيستم جديد، كل حاجه الكترونيه اونلاين، علشان لا قدر الله احنا للاسف وقت الكورونا طبعا زي ما حضرتك عارفه كل المدارس قفلت وكل الجامعات قفلت، فمن ضمن الاكتيفيتيز اللي وقفت فكت جامعه الصفر، فاحنا خدنا انيشيتيف ان احنا يبقى عندنا اوبشن ان كل حاجه تبقى اونلاين، لا قدر الله حصل اي حاجه مش هنقف، لا هننقل اونلاين. فالسنه دي احنا عملنا ليرنينج مانجمنت سيستم للولاد ان هم كل يعني كل حاجه بيسجلوا اونلاين، بيبقى عندهم البروفايل بتاعتهم، محاضراتهم بتبقى في الجامعات بس الماتيريال بتبقى موجوده لهم على السيستم يقدروا يخشوا عليه. فباب التسجيل بيتفتح ما بين اخر شهر 8 اول شهر 9 بالتعاون مع الجامعات، يعني وقت ما هم بيقولوا لنا يعني ان الاعداد وهم عندهم الاوبورتيونتي ان هم يحددوا هياخدوا كام طفل اند سو اون، وبننزل اعلان قبليها على صفحتنا على الفيسبوك، بنحدد نقول ان محافظه القاهره باب التسجيل فيها هيبقى في اليوم الفلاني، محافظه اسكندريه ووجه بحري هيبقى في اليوم الفلاني اند سو. طب ده كان سؤال الحقيقه برضو بالنسبه بتعددي المحافظات كده، انا يهمني فكره العداله وان اللي برضو الاختيار والناس قلت لي ابقى اسبقيه التسجيل، بس ان احنا نكون مغطيين كل المحافظات المدارس، هل مثلا احنا لا مركزين على المدارس الخاصه الانترناشونال ولا المدارس الحكوميه؟ يعني الفكره دي زي مطبقينها على الارض يا دكتور؟ احنا مالناش دعوه بالمدارس خالص، فاللي هيسجل هيخش سواء من انترناشونال او مدارس دي حكومية دي مدارس، يعني كده احنا بفهم مسؤوليه ولي الامر مش المدرسه مثلا اللي بترشح ولاد عندهم متميزين او متفوقين. طب ممكن يكون ده مدخل او زاويه برضو؟ لا احنا سايبينها يعني، لان مش يعني اللي هيسجل احنا مش عايزين نحط كرايتيريا ان احنا هننقي حد من اي حته. احنا بنعمل هو اللي حضرتك هتسجل هتدرس. كرايتيريا بنحطها للحاجات الاكسترا كوريكولر زي ما قلت لحضرتك، السفر بقى والحاجات وجامعات بره والكلام ده. سؤالي الاخير يا دكتوره عشان نروح بقى للولاد القمر اللي معانا النهارده، ربنا يبارك فيك يا رب امين. دلوقتي بعد ما الولاد الحمد لله خلصوا وتمام ويكملوا في دراستهم، المفترض بقى الولاد دول بتوعكم، يعني انتوا اشتغلتوا عليهم والكلام ده، اللي هو لا يعني برضو لو في تميز او تفوق نبني عليه ونكمل مع الولاد ونفضل معاهم خطوه بخطوه، الفكره دي ازاي يعني بتشتغلوا عليها؟ احنا عندنا غير الاولاد بتوع جامعه الصيف اللي بيدرسوا، عندنا خريجي جامعه الصيف اللي هم زي يوسف وهاجر وغيرهم، يعني احنا برضو زي ما في اوبورتونيتيز دلوقتي احنا بنعملها للطلبه اللي بتدرس، في اوبورتونيتيز كبيره جدا احنا ناويين نفتحها للطلبه الخريجين. طبعا الاوبورتونيتيز دي لازم تكون حاجات يعني للطلبه المميزين، فزي ما هاجر ويوسف سافروا ان شاء الله نفتح لهم اكسترا اوبورتونيتيز ان هم يدرسوا بره، يروحوا يعملوا سمر بروجرامز في حاجات ثانيه، فهتبقى افيلبل للخريجين بتوع جامعه الطفل المميزين بره. احنا كده عندنا كام طفل استفاد بقى من الجامعه، عدد الخريجين او الارقام عندنا قد ايه يا دكتوره؟ الكرنسي سجلوا في جامعه الطفل من بدايتها 15000 على مستوى الجمهورية كلها. عظيم، شكرا جزيلا دكتورة رنا رفاعي الرئيس التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي. أرجع لهاجر بقى ويوسف، يعني فكرة بقى التميز والتفوق بيفتح لنا باب تاني، بنسافر بنشوف حاجة تانية. احكي لي بقى يوسف، سافرت رحتوا فين وشفتوا ايه؟ أنا شفتك في التقرير على فكرة من شوية. أول هاجر كمان طبعا. قبل ما نسافر بثلاث ايام كده خدونا في توليب، رحنا قعدنا مع بعض يعني عشان نتعرف على بعض وكده، قعدنا حوالي ثلاث ايام، بعد كده رحنا المطار بقى وسافرنا على روسيا تبع الطيران الروسي. وبعد كده قطر الرحله خدت حوالي اربع ساعات. فبعد ما نزلنا وصلنا هناك على بالليل، اكلنا حاجه وروحنا، يعني اليوم كان خلص خلاص كده. طيب تاني يوم بقى لما صحينا رحنا بقى المعامل بقى هناك، كنا كل يوم بنزور معمل والدكاتره بيشرحوا لنا يعني يدونا فكره ونعمل شويه تجارب كده معاهم. لا انا ما كنتش معاك في الجامعه، ما اعرفش ايه دي يعني ايه طبيعتها، البرامج كنا بنشوف مثلا إيه المفرعات اللي هناك، لان هو معهد العلوم النوويه، كنا بنشوف المفرعات معهد العلوم النوويه. فكنا بنشوف الاجهزه اللي شغالين عليهم، وفي يوم دخلنا المصنع اللي بيصنعوا فيه المغناطيسات اللي بيستخدموها في المسرعات وكده. ومره تانية دخلنا معمل شفنا الميكروسكوبس اللي عندهم هناك بكل انواعها، وورونا شويه صور ليها كده وبس. وبس. طب هاجر تكمل. تمام. هو كان يعني كل يوم احنا كنا بنروح في الاول خالص، هما 7 لابس موجودين في جنار.
كنا بندخل كل يوم لاب مختلف، بنعمل سبع معامل كل يوم معمل بتدخلوا تبصوا عليه. في الاول بيدونا تور كده، لو عندنا اسئله بنسال. بعد كده كان بيبقى فيه ليكتشر في توبيك، محاضره كانت مثلا عن النيوكلير. ترجم للدكتور عن التقنية. ما شاء الله عليك ربنا يحميك. قولي يعني في يوم اتكلمنا عن الطاقه النوويه، حاجات كتير. وبعدها بقى كانوا بيدونا تاسك ان احنا نعملها، مهمه معينه تعملوها. وكنا بندخل يعني بنشوف مثلا اكسلريترز، وكانوا بيقولوا لنا على الاكتشافات اللي هم وصلوا لها، وان هم مثلا بيحاولوا يوصلوا لالمنت جديد في الجدول الدوري، عنصر جديد في الجدول الذري. ده درسناه ده. هناك تم اكتشاف اساسا 10 elements في جينار. وبس فكان الموضوع كانت ممتعه بالنسبه لكم جدا، فكره ان احنا تجربه جديده. يعني بدل ما بنشوف الحاجات عنات بنشوفها بنفسنا ونستخدمها هناك. بس الحاجات دي اصلا في دراستكم انتوا؟ انت دلوقتي في اولى ثانوي. اولى ثانوي لسه ما درستوش الكلام ده بتهيألي. لا، كانت السنين اللي فاتت كان ساينس بس، ما كانش فيه التفريعات بتاعته. الكلام ده ثانيه ثالثه هتبتدوا في الحاجات دي، صح؟ طب الحاجات دي كانت صعبه بالنسبه لكم انك تفهموا اللي بيتقال، ولا كان في شرح يعني؟ لا بالعكس كانت سهله، لان يعني هو هناك كانوا بندرس احدث الحاجات اللي توصلوا ليها، فكانت طبعا صعبه، بس احنا كنا بنستوعب اللي هم بيقولوا. كنا حابين الموضوع جدا، حابين ان احنا ندور في المجال ده. دورتوا طبعا على الانترنت والكلام ده كله، انتوا ده اكيد ملعبكم يعني، صح؟ يعني عارفين طبعا برنامج احنا محطه الضبعه، والروس شغالين معانا فيها، والخبره الروسيه، ودي برضو ازاي فادتكم، ازاي وانتوا بتشتغلوا او بتبصوا على الحاجات دي، الكلام ده كان في دماغكم؟ ما هو اساسا يعني جامعه الطفل هي بتعلمنا ان احنا نبحث، ان احنا نعرف المعلومه، نعرف يعني نجيبها ازاي. يعني PDF ما كانش فيه كل الشرح، كنا بنقعد ندور احنا من مصادر خارجيه ونجيب معلومات من بره. يعني اللي هو مش شرح نظري ونسمع الكلمتين وخلاص. احنا كان لازم ندور من كل حته عشان نجيب معلومات. طيب غير الجامعه او المعهد البحثي ده في روسيا، هنا بالنسبه كان في حاجه تانية او في جامعات هنا في مصر برضو رحتوا فيها وشفتوا الدنيا، ولا هو في مسابقات كتير يعني؟ مثلا كان في مسابقه تبع منظمه الاليسكو دخلتها، كنت من فريق الممثل المصري، هي مسابقه بحث علمي. بس فهي كانت على مستوى الوطن العربي، ورحنا كان كامب وقعدنا نتنافس ونعمل ابحاث وكده. بس وفي مؤتمر جامعه الطفل برضو اتعمل، بس انا ما كنتش فيه، صحابي كانوا فيه. بس ففي اكتيفيتيز كتيره بتوفرها لنا جامعه الطفل ندخلها. يوسف برضو ايه الاكتيفيتيز، ايه الانشطه، ايه الحاجات الجديده برضو اللي انت استفدتها او دخلت فيها من خلال جامعه الطفل؟ في التجربه بتاعت لما رحنا جامعه مصر علوم التكنولوجيا، لما خدونا مثلا في كليه صيدله، رحنا عملنا معجون سنان هناك وورونا، يعني قعدنا على الاجهزه عندهم هناك. وفي كليه علوم استخدمنا شويه اجهزه كده عشان نقيس طول الحاجه يعني. ورحنا كليه الطب برضو، ورونا الحاجات اللي هي بيستخدموها هناك، بيدرسوا عليها الحاجات اللي هي متحنطه دراع رجل، الحاجات دي. دخلتوا تشريح ولا ايه؟ يا خبر. كانت حلوه ولا مخيفه؟ لا تجربه مختلفه يعني، مختلفه طبعا. بس يعني فرق معاكوا ده كده في المدرسه في المذاكره؟ لان هو غير طريقه تفكيرنا، مش يعني بس احنا لما كنا في ثانيه اعدادي في المسابقه دي، كنا المنهج اللي هو في الفيزياء ده، يعني في حاجات كنا بناخدها السنه دي والسنه اللي فاتت. ايوه اللي هو ده حاجات خلاص دي ولا اي حاجه بالنسبه لكم، احنا عديناها دي. يعني اللي هو الاسلوب بتاع حفظ وبتاع وادخل في الامتحان، لا انت دلوقتي بقى في افكر ادور اطلع المعلومه بنفسي، الخص انا كده. اكيد في المدرسه طبعا الصحاب بقى والكلام ده والشله، يعني بتقولوا بتحكوا بقى، احنا عايزين دي تبقى عدوى ايجابيه، فاهميني قصدي ايه؟ ان لا تبقى دي افكارنا كلنا، ان في فرصه، ان اللي ما يعرفش يعرف. ايه رايك يا يوسف في الكلام ده؟ لا هي حاجه كويسه ان انا يعني انا رحت جربت حاجه مثلا هم ما جربوهاش، فاروح احكي لهم، فيبقى ليهم طموح ان هم كمان يعني عايزين يعملوا الحاجه دي او يتوسعوا معايا في المجال ده. ان تفكيرنا يعني بقى قريب من بعض كده. طب انتوا اهتماماتكم اصلا ايه في يعني اكتشفتوا نفسكم في ميولكم؟ يعني الفكره اللي بتتكلم عليها الدكتوره من شويه، انه الاطفال يكتشفوا نفسهم، يعرفوا هم بيحبوا اي مجال اي تخصص، بحيث وانتوا في المذاكره بعد كده في اختيار الكليه تبقوا محددين الطريق، يعني عارفين انتوا عايزين ايه. ده حصل؟ جدا، لان هو احنا لما كنا بنروح كنا يعني بناخد بريف كده عن كل تخصص وكل حاجه، فكنا بنعرف بيتكلم عن ايه، طب هنعمل ايه هناك وكده.
بس ف يعني مثلا لما دخلنا مسابقه الفيزيكس كانت معلوماتنا سطحيه شويه عن الفيزيكس، بس لما دخلنا يعني مسابقه تعمقنا قوي في المعلومات وعملنا سيرش عن حاجات كتير، حبينا المجال. ففي منا مثلا عايز يكمل في المجال ده. طب يعني انت يا هاجر نفسك في ايه؟ انا الفتره دي يعني في ثلاث حاجات بحبهم قوي، نيوكلير انرجي والطاقه المتجدده عامه، ونانو تكنولوجي والاسترونومي. فعايزه حاجه دي ايه بقى؟ لا ما ايه اخر حاجه قلتيها؟ استرونومي ده اللي هو الفلك. الفلك فلك. طب يعني انت بتدوري في حاجات او افكارك توجهاتك دلوقتي حاجات برضو يعني البلد شغال عليها وحاجات جديده وده العصر الحديث والتكنولوجيا الحديثه، فانت دي حاجات برضو اكيد انترنت وتدوري ومعلومات وتشوفي اللي سبق اللي بيفكروا دلوقتي الجديد اللي بيتعمل، صح؟ صح. يوسف برضو انت اكتشفت نفسك من خلال جامعه الطب؟ انا لقيت ان انا عاجبني المجال بتاع الفيزيكس ده، لان هي يعني ام العلوم فداخله مع كل علوم في كل المجالات وكده، وبتتكلم عن الحياه بتاعتنا اللي هي الحاجات العلميه بتحصل معايا، بس بتفسرها بطريقه علميه اكتر. فيعني مجال جميل. فحلمك بقى ايه؟ عايز تدرس تكمل برضو في الفيزياء والحاجات دي كلها؟ ان شاء الله. البيت بقى عندنا بابا وماما اخبارهم ايه بعد لما روحنا وكده؟ هي الفكره كانت فكره البيت الاول انه تدخلوا في الجامعه جدا. صح؟ حد بقى بيقول لكم في البيت ذاكروا ومش ذاكروا، ولا خلاص هم حاسوا ان انتوا حطوكوا على الطريق الصح؟ لا يعني بس يعني اقعد ذاكر برضو؟ لا هم خلاص يعني واثقين فينا ان احنا قدرنا نعمل حاجه بس كده خلاص. انت عارف في مسؤوليه وحبيت الدراسه او حبيت ان انت تعرف حاجات جديده. يوسف هاجر انا بشكركم وفرحانين بيكم وكل ولادنا وشبابنا كده الصغير، ان شاء الله يا رب يعني بعد سنين كده نقابلكم تاني ونشوفكم في احسن حاجه وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه وبتتمنوا ان شاء الله، ربنا يوفقكم يا حبايبي. شرفتونا. شكرا يا يوسف. لا انا بشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير يا رب.